السلام عليكم الزلف لوان، مرحبا بكم في قناه كويزين ميزا. ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وبصحه جيده. اليوم دائما مع نفس الطلبيه، يعني طلبيه الحلويات تاع العرس، راح ندير ثاني ان موديل، يعني شكل ثاني راح ندير منه 7 كيلو. وريلكم شويه لي ديبي تاع لاباط، باسكو انايا بزاف اللي قالوا لي باللي ورينا المقادير، قول لنا المقادير ولاباط. راهي لاباط موجوده في القناه من قبل ما نبدا الطلبيه. هاد الاشكال تاع الحلويات كنت درت يعني فيديو تاع لاباط، الوغ حبيت يعني وشنو حبيت برك نعاود غير باختصار كما يقولوا. الحلويات قلت لكم درتهم كامل بنفس يعني العجينه، وشنو كاين وين ندير اضافات فوالا، كيما حلوه الترك وكيما يعني حوايج واحد اخرين اللي حبيتوا ديروا الماد كوكو كامل. فهمتكم العجينه هي نفس العجينه، درت هنايا انا باسكو راح ندير نص نص على الروبو، الروبو ما يقدرش يعني يدي بزاف، الوغ حبيت ندير نص نص. درت هنايا باكي تاع 500 غرام تاع لاماركارين اللي شفتوها معايا تاع الفريتاج، درتهم بعد خلطتهم اون بوماد، خلطتها اون بوماد مع سكر كلاص 3 كيسان فوالا 3 كيسان. ومن بعد درت زدت الزيت، زيت ثاني درت زوج كيسان معمرين ولا اقل، لا حبيتو نقصو نقصو ما تعمروهمش مليح هذوك الكيسان. ومن بعد بديت نضيف البيض، حبه مرخطه، كنت درت القرصه تاع الملح بالك وتنساوها، ودرت لافاني، ودرت ندير لاغوم هذاك تاع الكراميل. هاوليك راح ندير لاغوم تاع الكراميل، درت لاغوم تاع الكراميل درت منه، درت ثاني بعد زدت البيض 6 حبات، وحده مرخطه، روبو يتخلط يخلط وانا نضيف وحده مرخطه فوالا، حتى وين لميت حتى وين يعني ولا اون كريم كيما راكم تشوفوا. هاهو فوالا لو ميلونج ولا اون كريم. دوك نبدا نضيف الفارينه، ونزيد ندير لي ساشي تاع لا ليفيو شيميك، راح ندير زوج بيسك نص برك فوالا. سي دي سابلي لازم ديروا يعني لا ليفيو. نكمل كامل نعجن بالفارينه حتى وين نلمها، ومن بعد نولي لكم باش نفاصوني يعني ندير هذا الشكل تاع الحلوه. هاي العجينه، دوك نشكل الحلوه ديالي، نوري لكم الشكل تاعها. هذه نحلها بالحلال سمك رقيق، هكذا دوك عندي هذا، دوك نبدا نطبع به. هالا حلويات اقتصاديه سهله وتاني بريزونطابل، تقدروا ديروا فيها واش تحبوا. سمحوا لي تكوبات لي لا فيديو، فوالا فوالا هكذا نطبع، بالك ما شفتونيش كما راكم تشوفوها هي، فوالا هكذا فوالا ها هي هاي الحلوه ديالي. هكذا السمك ديالها يكون هكذا، سي دي سابلي فيهم لا ليفور فوالا، نحطهم من بعد نديرهم داخل السنيوه يطيبوا فوالا، حتى وين يكونوا دوغي ان بو دوغي. ها كيما راكم تشوفوها والسمك ديالها هكذا، لاقوا حبه معرفتها فوالا. دوك انا نكمل نطبع كامل هذه الحلوه كيما قلت لكم ونحطها طيب فوالا، ومن بعد نوري لكم التزيين تاعها كيفاش. بعد اللي طابت الحلوه ديالي هاي ليك، بقات لي كميه هكذايا هاي ليك فوالا، لازم تكون هكذا كما قلت لكم، طيب شويه يعني ندير لا كونفيتور ولا لا جولي. هنا خلطت لا جولي مع لا كونفيتور، ندير لها حبه هكذا من الفوق هاي، تقدروا ديروا ميم بالشوكولا هكذا، نمسحو منا نزيد لكم حبه ها هي هكذا فوالا هكذايا هاهو. بعد ناخذ شوكولا، هاي الشوكولا اللي دوبتها عندي هنايا هكذا، هادو من السوقين نوري لكم من هادو خير. عندي هكذا تاخذي الشوكولا كما قلت لكم الوسمها الشوكولا توجور ديروا لها الزيت باش تبري يعني. فوالا ها هي شوفوا كامل
وين ماهيش مغطيه غطوها، نخطو شويه هادو الكبار. نورمالمون ناخذ حاجه واحده اخرى فوالا، غير باش نوري لكم سيتو. ها هي نقطرها، نحطها هنايا، نحطها هنا. راني ما جبتش باش فوالا هكذا. من بعد عندي هنايا شوكولا بلون، مانيش مسقمه، هادي ندير لها هكذا. عندي شوكولا بلون وندير هنايا هكذا، قاطي هكذا وهكذا. ناخذ ان كيغدون وندير هكذا فوالا. من بعد عندي هادو تاع لاباطا سكر، هاد الوردات بقاو لي لا ديغنيغ فوا نهار درت، نهار درت العرايش. نزيد لكم حبه كيما راكو تشوفو، شابه ما شاء الله. تاني هادي بريزونطابل هكذا، خلطو دايما الشوكولا ها كامل في البورتور. شوفو وين خص زيدو فوالا هكذا بلا عقل، باسكو هي كبيره. انا دوك نجيب حاجه واحده اخرى باش غير نوري لكم. خبطو ها هي هكذا، نوري لكم حبيبات. ناخذ شوكولا بلون ندير هكذا، ان شاء الله راكم تشوفوني الصوره راهي واضحه ان شاء الله. جيسبر ناخذ الكور دون تاعي، نمسح توجور وندير هكذا. ناخذ هاد الوردات ونحطها هنا، راني قصتها نورمال. ها هي كيما راكم تشوفوا، ان شاء الله تكونوا شفتوني. قبل ما تنشف ديروا كامل هاد الطريقه، هاد العمليه فوالا. دوك انا نكمل بعد نولي ليكم ونوريهم لكم كيفاش خرجوا. هاو ليك الشكل النهائي تاع الحلوه بعد ما كملناها بالتزيين. هاي ليك فوالا، خرجت رائعه كيما راكم تشوفوا، شابه هايله بريزونطاب. تقدروا ديروها للاعراس للمناسبات، ان شاء الله يا ربي يرفع البلاء كما دائما نقول لكم، باش يعني يولوا الافراح ان شاء الله. فوالا هكذا، هذه هي الحلوه الاخرانيه. ولا غير عييت عييت، ما رقدتش كامل توت لا نوي. ان شاء الله يا ربي تعجبكم ان شاء الله الوصفه كما قلت لكم، وديروها وديروا لي تعاليق كامل على الحلويات اللي درتها. ديروا لي فيها تعاليق، تقولوا لي واش اللي عجبكم فيها واش اللي ماشي اللي ما عجبكمش فوالا. الحش قلت لكم ديروا كيما تحبوا، انا درت بلا كونفيتور طلبيه يعني غون كونتيتي. قشطوا دي كاس، هاد لي 7 كاس درت 7 كيلو فيهم كامل. الوغ غون كونتيتي ما تقدروش ديروا دي يعني حوايج واحد اخرين داخل، غير لا كان يعني حبت يعني ديرها، مي لو بري ماشي كيف كيف كيما قلت لكم. يديروهم ثاني في السنيوات، هادو لي غاتو هادو لي غاليين يديروهم في السنيوات. سنيوات ديرها، مي باغ كونتخ 6 كيلو 7 كيلو سي بزاف يعني. فوالا هاوليك ان شاء الله يا ربي تعجبكم هاد الحلوه، يعجبكم كامل لي موديل اللي درت لكم. إذا كان عجبتكم ديروا لي جيم، بارطاجيو مع الأصدقاء والأحباب اللي أول مرة يزور القناة تاعي. إن شاء الله يا ربي نتمنى تعجبكم، تشتركوا وبارطاجيو مع الأصدقاء والأحباب لمزيد من الوصفات ولتعم الفائدة. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم في صحتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو آخر بإذن الله.